خطط حزب الحريه والعداله في الفتره القادمه لمواجهه المنافسه الشرسه والقويه على مجلس النواب القادم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مجهزين نفسنا للانتخابات، واحنا ان شاء الله على ثقه زي ما قلت في الشعب المصري ان يدي للحزب الحريه والعداله الاغلبيه عشان المنظومه تكتمل، يبقى في حزب يشكل اغلبيه يقدر يشكل حكومه من نفس الاتجاه وحزب رئيس الجمهوريه، بحيث يبقى في تناغم مصري في حاجه في المرحله القادمه الى تناغم ما بين المؤسسه الرئاسه وما بين الحكومه اللي هتبقى منتخبه لاول مره بعد اقرار الدستور اللي تم. هل حزب الحريه والعداله يسعى بالفعل للحصول على اغلبيه بالبرلمان؟ اي حزب بينافس على الاغلبيه، يعني الاحزاب ما بتخشش انتخابات عشان تتسلى، لكن اي حزب المفروض انه بيبقى نازل انتخابات عشان يحصل على اغلبيه. خريطه التحالفات استاذ حسين، الامور ما كل هذه الامور جاوب عليها رئيس الحزب، كل هذه الامور لسه سابقه لاولا الان. احنا ايدينا ممتده للجميع زي ما قلنا، تنسيق تحالف، وفي خيار ان احنا نخوض الانتخابات منفرده زي ما قال. من المحتمل حزب الحريه والعداله كمل بس الرؤيه كامله. احنا داخلين بقول ان احنا ايدينا ممدوده للجميع من اجل صالح هذا الوطن، كنا ولا زلنا بنمد ايدينا للجميع نخوض الانتخابات اما بتنسيق اما بتحالف اما منفرد، وهذا امر حق لكل الاحزاب. هل في احتمال تحالف ما بين حزب الحريه والعداله وجبهه الانقاذ؟ لا اتصور هذا الامر، يعني كل هذه الامور جاوب عليها رئيس الحزب. اي تحالف بيكون رغبه ما بين حزبين، مفيش حد من طرف واحد عايز يتحالف. احنا ايدينا ممتده، انا بتكلم على قاعده عامه، احنا ايدينا ممتده للجميع. تتوقع قوائم حزب الحريه والعداله هذا العام تختلف عن العام القادم، بحيث ان احنا نرى شباب ومرأة متقدمين في قوائم الحزب؟ انا اظن ان السنه دي هتبقى مختلفه عن السنين السابقه، في مستجدات، في وجود قوي للشباب، في وجود قوي للمرأة، في نزول على كل المقاعد. انا اعتقد انها هتتغير عن السنوات السابقه ان شاء الله.